معانا بقى ايه كراس اشرف، وهو اللي حصل على المركز الاول في الابتكارات العلميه. اهلا 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 بعالم المستقبل. ايوه، ازاي حضرتك؟ ازيك انت يا استاذ؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ عندي 11 سنه. 11، وبتبدا تعمل ابتكارات واختراعات، ايه الشطاره دي؟ ما شاء الله. قول لي شكرا. انت خدت الجايزه على ايه؟ ايه، خدتها فرع الابتكارات العلمية عن بيت الزكلون سمارت هوم. لا لا، واحدة واحدة عليا يا عم، أنا مش عالم زيك. خدتها على إيه تاني كده؟ واحدة واحدة. الخط بيقطع، هو ده المشكلة. شاب وسيم أهو احنا قدامي. بنتحكم فيها عن طريق الحساسات اللي جوه السنسورات دي. ايه، انا كنت الاول خدت، انا كنت عادي في الكنيسة بلعب مع اصحابي، بس فجأة لقيت في ورق متعلقة ان الكنيسة عاملة نشاطات كتير، فانا اكتشفت ان في حاجه اسمها نشاط الادوات الكهربائيه وكده، فدخلته. وبعد كده بقى عرفت ان مكتبه مصر عندنا هنا في محافظه الدائمه دمياط المنصوره بيدربوا حاجات متطوره اكتر، فدخلتها واتعلمت ازاي اوصل السلوك والدوائر الكهربائيه. وانا كنت بتفرج على سياده الرئيس، لان اخر الايام دي كان بيهتم كتير بمؤتمرات لذوي الاحتياجات الخاصه، فقلت انا كمان اساعده، فعملت المشروع ده، وانا بتمنى ان هو يتطبع على الحقيقه. يا حبيبي برافو عليك، برافو عليك، الواحد يبقى فخور بيك كده وفخور بكل الولاد اللي زيك. انت طبعا ناوي تخش هندسه اكيد. شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا استاذ. ولا هنقول ايه بقى، يا باشمهندس ولا ايه؟ عادي اي حاجه. ناوي تخش هندسه؟ لا، انا نفسي اخش طب قلب. طب، وتتخصص في جراحات القلب. اه، طب ومين اللي هيعمل ابتكارات واختراعات؟ انا ممكن كمان اخد جنبها اللي في الابتكارات والاختراعات دي واعمل حاجتين. يا ولد لا، ده انت سقفة جامدة قوي. خالص 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 خالص، برافو عليك، تعجبني. احنا شطار في المدرسة ولا ايه؟ ايوه. ولا في مواد ومواد؟ لا، انا كل سنة بطلع الاول على المدرسة. يا ولد لا، ده كده خلاص بقى جامد، خلاص انا كده اطمنت. يبقى هنشوفك وانت دكتور كبير، دكتور قلب كبير تعالجنا، ونشوفك كمان وانت بتخترع لنا حاجات مهمة علشان تساعد جسمنا انه يبقى قوي كده وصحي وتمام، مش كده ولا ايه؟ اه صح، ان شاء طيب الله. لما تكبر بقى ساعتها لو انا عايش تبقى تفتكرني وتسلم عليا. ماشي سلامك وحضرتك عايش. يا حبيبي، ربنا يخليك. هي بس كانت ماما عايزة تسلم على حضرتك. طبعا تشرفنا. الو يوسف. الو، ايوه مساء الخير. اهلا اهلا، مساء النور، ازاي حضرتك يا مدام مارثا؟ اهلا بيكي. الحمد لله. ازاي حضرتك؟ ايه الولد الحمد الجميل لله. ده؟ الله يخليك، ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه لك يا رب ويحفظه لنا كلنا. الخط بيقطع، خلي بالك. يا رب امين يا رب. انا كنت عايز اسلم عليك بس اني بعز بحضرتك جدا يا استاذ يوسف. يا رب يخليك يا مدام مارثا، والله ده انا اللي مبسوط ان انا سمعت صوت حضرتك، واشكرك على انك انت طلعت لنا يعني نقول ايه كده بدايه عالم او دكتور، طالما هو عاوز يطلع الدكتور دكتور وعالم مهم باذن الله، ربنا يخليه لك. يا رب، هو اكيد بيساعدني برضه. شكرا. شكرا ليك يا فندم، ألف شكر ليك يا مدام مارثا، مدام مارثا جورج، والدة هذا العالم المستقبلي الرائع. طيب